مرضاكم في مستشفى الدمرداش في حاجة إلى صدقتكم وإلى زكواتكم. مستشفى الدمرداش بين أحضانكم، يمينها ويسارها أهل المحبة وأهل الرحمة، عندهم كفاءة. مستشفى الدمرداش يمتلكون الكفاءات العلمية ويحتاجون إلى مد يد العون لخدمة المرضى حتى يخرجوا من تلك المستشفى وهم متعافين وأصحاء. مستشفى الدمرداش في حاجة إلى الصدقة وإلى الزكاة. آلاف الأطفال في أشد الحاجة للمساعدة حتى لو بالقليل، علشان كده مستشفى الدمرداش هتبني أحدث مستشفى لعلاج وجراحة الأطفال بالمجان. لو كلنا ساهمنا مع بعض هنقدر نساعد أطفال كتير محتاجة العلاج. ادفع زكاتك وصدقتك دلوقتي على حساب رقم 7739 في جميع بنوك مصر. مستشفى الدمرداش لعلاج أطفال مصر ببلاش.